تم بالكامل بعد نقل أمتعتهم وصلوا إلى الحافلة صعدوا إلى الحافلة يعني نحاول الاقتراب لكن نعم ربيع نعم إياد شاهد معي لكنا 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 سأحاول الانتقال سأحاول الانتقال الآن صحفيين نعم 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 سأحاول الاقتراب أكثر من الحافلة نعم الإعلام السوري الإخبارية والفضائية على السريع لقطة على السريع ورجع وين كملت عدنان عدنان بس لو نقترب لو نقترب عدنان 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 معي لو سمحتوا حافلة الآن شباب بس شوي بس شوي بس شوي الإعلام إياد الآن تشاهد معي إياد تسمعني نعم إياد هؤلاء هم المجموعة بالكامل نرصد عبر عدسة الإخبارية السورية هذه الصور الأولى الآن هناك كان إجراء أمني من قبل الجيش العربي السوري هذه هي المجموعة العدد تقريبا 2 4 6 العدد تقريبا لو سمحت بس العدد 13 مسلح الآن وصلوا هم موجودون في الحافلة يعني الآن نستطيع أن نقول أن الإجراء كما قلت لك فرحة يعني بهذا الإنجاز المبدئي بخروج المسلح هذه نشوف انتصار جيش نهاض السوريين كلنا السوريين كلنا الله يحيي الجيش يا رب الله يحمينا يا رب الله يا رب